إذن هذا إبراهيم الجابر يحييكم أعزائي المشاهدين، ودقيقتين من زمن شوط المباراة الأول، وفرصة كانت ثمينة لأحمد الدوخي من تسديدة بعدها المدافع الياباني إلى ضربة الزاوية في خطأ وفي هجمة للهلال الآن، وسامي الجابر وسيرجيو، ودقيقتين على بداية شوط المباراة الأول من نهائي القارة الآسيوية أبطال الدوري. سيرجيو، سامي الجابر، محمد لطف، ثلاثة لاعبين هلاليين وحائط صد كوري وسيرجيو. سامي لكن مقطوعة من تناكة.
إذن مباراة سريعة وسبع دقائق وفي تبادل في الهجمات، والهلال جوخي خليل الشريبة لوب في الدفاع، وفي الوسط الغامدي والتمياط والعويران والشلوب، وفي الهجوم سيرجي وسامي الجابر. شوف هذا زفتكي المقدوني 44 سنة يدرب فريق جابليو الياباني، اللي الحقيقة هذا المدرب يعني استطاع أن يفوز مع الفريق بالبطولة أبطال الدوري الآسيوي الماضي. عموما أعزائي المشاهدين، جابليو الياباني، ومعنى جابليو هي الفرحة الكبرى، لن تكون الفرحة الكبرى ولكن ستكون بإذن الله تعالى هلالية سعودية. دقيقتين، هدف لسيرجيو وتمريرة خطيرة ناكاياما وفي راية وتسلم. عموما كما ذكرت لحضراتكم، سيلا راجان من ماليزيا يحكم المباراة، علي الخليفي من قطر مساعد أول، ومحمد الموسوي من عمان مساعد ثاني، وها هي لقطات استاد الملك فهد الدولي في كل مكان في الشرق الأوسط، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا. معكم هذا النهائي الكبير المشرف حصريا على شبكة راديو وتلفزيون العربي RT، ونحن سعداء معكم أعزائي المشاهدين. وخطأ، في خطأ لصالح جابليو الياباني، ملعوبة لناكاياما منقولة على الجناح الأيسر، والدوخي بيتابع وبيحصلها، يلمها الدوخي بشكل جميل ويلعبها للأمام، وأوكو الياباني بينقلها إلى تاكاهارا، لكن معه الشريدة اللي بيغطي، ويلعبها لسامي، وسامي ويبدو انه في مراقبة او مرافضة لسامي، وفي خطأ لسامي الجابر على تاناكا المكلف بمراقبة سامي الجابر. اذا سامي وسيرجيو في الهجوم، ويتقدم الشلهوب بناحية الشمال لمساندة خط الهجوم الهلالي، والدوخي بينفذ 9 دقائق الان اعزائي المشاهدين، والهلال السعودي هدف جابليو الياباني، وتتسدد من نواف التمياط وضربة مرمى. اذا هذا النهائي الكبير على القاري الاسيوي، وبانتظار وبحضور صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، والذي يحضر مباراة اليوم، وبرفقته ايضا صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس العام. وهذا ان شاء الله يوم تاريخي حافل، يوم للهلال وكأس للوطن للمملكة العربية السعودية العزيزة. تتمرر على الجناح الايمن لسامي الجابر، وناكاياما يرجعها وسامي، وبرجعها تاناكا منقولة في الوسط، تاكاهارا، خميس العويران يتلاعب بالكرة، 3 لمسات الى نواف يتحرك على الجناح الايسر لشلهوب، لمستين. شباب ما شاء الله، عيني عليكم برضه يا شباب. التمياط والشلهوب، وجيل كروي جديد، وكره ناحيه اليمين الى خارج الملعب، رميه جانبيه. طبعا جوكا هازي فيسكي قال انه لا محاله انه كاسب المباراه. الشلهوب يتقدم محمد، وسامي في اشاره الى سيرجيو بيحاول يمر، ومحاوله ولكن مقطوعه من خط الدفاع. هاتوري مباراة لن تكون سهلة حتى وان سجل الهلال الهدف الاول في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الاول، الا انها لن تكون سهلة. اليابانيين، جابليو الياباني فريق كبير جدا، وخمسة من نجوم المنتخب الياباني، وبانتظار ابداع نجوم الهلال والابداع. وهذا التمياط على الارض، سلامات نواف التمياط. طبعا يغيب عن لقاء اليوم عبد الله الجمعان لاصابته، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. اذا بيتابع لطف من امام ناكاياما على الظهير الايسر، ملعوبه بالخلف، الشلوب بيساند لطف وسيرجيو، وهاتوري بالراس، ورجع بالخطا لسيرجيو. سامي بيتحرك من امام المدافع، وبيلعبها اماميه، وداخل محمد عمر، وبيسدد عمر الغامدي الى خارج الملعب، ضربه مرمى.
حلوة يا شباب. يا سلام عليكم، يا سلام يا سلام، في نقل الكرة الجميلة من الوسط للهجوم وسحب سامي اثنين من خط الدفاع ودخول عمر الغامدي من الخلف يشكل خطورة على مرمى اليابانيين. 12 دقيقة في شد، في اعصاب، في هدوء للفريق الياباني، وفي تحرك الان للفريق الهلالي وشريده بعليها هجوم مبكر تتمرر. خميس منقولها للشلهوب، الشلهوب بنقولها باتجاه سامي على الجناح الايمن ومعاه تناكا المراقبة رجل لرجل بيلعبها، لكن في غاية وفي حكم المباراة الماليزي سيلا رجان بيستدعي سامي وانذار شفوي من الماليزي على سامي. 12 دقيقة، هدف، ابتسامة صفراء لسامي الجابر ومنقولة لتناكا ملعوبة الى احمد خليل يؤدي معامل الدفاعية. احمد بينقل الكرة باتجاه سامي وبالراس لك ياما، مقطوعة من نواف الى سيرجيو الى نواف. لا 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 يا هاتوري، لا يا هاتوري، في خطأ امام الحكم الماليزي ونواف تو راجع الان من العلاج الطبيعي، لكن نتمنى ان يكون اكثر شدة واكثر صرامة على كل المباراة. هذا هاتوري طبعا الشعر الاشقر غير موجود في القارة الآسيوية، لكن هذا شعر يعني مصبوغ باللون الذهبي وربما يكون هناك تأثر بضربة حرة مباشرة على يكون الثاني تقريبا نفس الهدف. سيرجيو بيسدد وسامي معاه، وسيرجيو حائط صد، وسامي بيسدد في حائط الصد وخارج الملعب إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية حلوة تسديدة من سامي، وكان بانتظار سيرجيو يسدد لكن سددها سامي وفي حائط الصد وضربة زاوية. محمد الشلوب، الشلوب تتمرر عرضية وخطيرة وعلى يمين المرمى ضربة مرمى حلوة. احمد حلوة، هذا احمد الدوخي يتحول الى جناح يراوغ بكل امتاع، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل جملة اللي سيمثلون ان شاء الله في نهايات الامم الاسيوية 2000 في لبنان واللي ستنقل حصريا على شبكة راديو تلفزيون العرب. اذا سعداء اعزائي المشاهدين ب 15 دقيقة من زمن شوط المباراة الاول، الهلال هدف لسيرجيو في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الاول، جابليو الياباني حامل اللقب لا شيء، وكرة تتمرر تكهارة مقطوعة بالراس تتصلح يا مانيتشي، خطأ لجابليو. اوكو طبعا يغيب عن جابليو لاعب الفريق الشهير. منامي ارتكاز وسط جابليو وارتكاز المنتخب الياباني لاحترافه في نادي فينيسيا الايطالي ويلعب الان في الدوري الايطالي، لكن لم يؤثر غياب هذا اللاعب. وتتمرر خطيرة وتكهرة وحلوة شريدة بيد الدعية، بيد الدعية، الخطورة الخطورة، اليابانيين خطرين، اليابانيين خطرين، وهدف ثاني يسكت او ربما يبيع امال ويضعف جزء كبير من التفكير في هدف التعادل. هدف الهلال لا شيء، جابليو الياباني والهلال السعودي زعيم البطولات الاسيوية و29 بطولة، واذا ما سجل هذه البطولة فستكون باذن الله تعالى رقم 30. سوزوكي منقولة الى هاتوري، نواف التمياط بيحطها على القدم اليمنى وبيمرر على اقصى شمال وطويلة طويلة على سامي، طويلة على سامي، وربما نشاهد الحقيقة ايضا شيء جميل جدا اعزائي المشاهدين ان نتابع وبكل المحبة والتقدير نتابع هذا اللقاء. 16 دقيقة
الهلال السعودي هدف، جابلي الياباني لا شيء. تاكاهارا، تاكاهارا، لقاء الابطال الابطال، وخطيرة وخطيرة وخطيرة، وهدف التعادل لناكاياما، هدف التعادل لناكاياما في الدقيقة 17. ناكاياما دقيقة 17 بيسجل هدف التعادل. اذا في هدوء، وهذا الجمهور الياباني، وهدف لناكاياما هداف الفريق، 37 مباراة دولية، وصاحب ايضا شوف تتمرر، وناكاياما بيسجل في مرمى الدايع هدف التعادل في مرمى الهلال. اذا هدف لسيرجيو وهدف لناكاياما في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الاول. هذا لقاء الكبار، كبار كبار القارة الآسيوية، الهلال السعودي وجابلي الياباني، وتبدأ المباراة من جديد الآن، والتعادل هدف لهدف. سيرجيو يصيب المرمى بتسديدة ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 2، وناكاياما يعادل لفريق جابلي الياباني من كرة عرضية لم يتابعها الدفاع الهلالي بشكل جيد. تتمرر إلى 13 كوغوتشي، خاطرين على اليابانيين، والله يستر. تتمرر امامية، ناكاياما، ناكاياما مع شريدة، والدوخي بيقطع كرة في الوسط، وعمر الغامدي ومنقولة للامام، وشريدة بيقطعها وخطيرة وتتسدد، والهدف الثاني تاكاهارا، تاكاهارا بيسجل الهدف الثاني في اقل من دقيقة، في دقيقة بيسجل هدف التعادل، وتاكاهارا بيضيف الهدف الثاني، تاكاهارا بيضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني لتاكاهارا في الدقيقة 18 لنادي جابليو الياباني. في ضعف التغطية الدفاعية لخط الدفاع الهلالي، وربما لم يكن اليوم خط الوسط يساند خط الدفاع ويقفل المنطقة، لأنه واضح أنه في ضعف، وخاصة من العمق. خميس بيقوم بدور كبير في كثير من المباريات في تغطية متوسطي قلب الدفاع الشريدة وأحمد خليل، لكن واضح أن الهدفين جاءت عن طريق متوسطي قلب الدفاع. إذن 2 جابلي الياباني والهلال السعودي هدف، والهلال لن يستكين الحقيقة. الهلال من الفرق اللي إذا ما أصيبت شباكه بهدف يرد. اللعب مفتوح الآن، واليابانيين يهاجمون، وكرة للأمام وبالرأس مقطوعة من تناكا. تتمرر أمامية، إذا المدرب المقدوني جوكو كيوكا عادي زيفيسكي بينتهج طريقة 3-5-2، وينجح في استثمار متوسطي قلب الدفاع الهلالي. يتحرك جابليو على الجناح الايمن طويلة لكوغوتشي، وسريع كوغوتشي، وكرة خارج الملعب الى رمية جانبية، رمية جانبية على يوردانيسكو المدرب الروماني، اللي بدأ الحقيقة بداية قوية، ولكن هدفين من كرات يعني كانت استثمار لضعف متوسطي قلب الدفاع، رامية جانبية. اذا ايضا مطلوب من هذا الجمهور الكبير ان يساند ويعازر لاعبي الهلال ليسجلوا هدف التعادل. تاكاهارا في الدقيقة 19 يسجل الهدف الثاني، يتقدم الان جابلي الياباني. معلش معلش، الكبار كبار، وهدف لن يؤثر على الهلاليين. وسامي ينطلق الان، سامي راسي، سامي بحطة، سامي حلوة 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 بالضيع من سامي الجابر، من كرة لعبها من فوق حارس المرمى، لكن بتعتلي العارضة الى ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، كرة ملعوبة، لعبة ذكية من فوق حارس المرمى، لكن كانت عالية عالية عالية. في اهداف، في اهداف، الازرق مطمئن ابدا، يجب بس فقط ان يرمم متوسطي قلب الدفاع ويعود خميس لتغطية الفراغ الموجود، ومن ثم نهاجم في لاعبين هدافين من طراز سامي جابر، سيرجيو، نواف التمياط. في اهداف ان شاء الله، وهدفين لن تؤثر على اداء الفريق الهلالي. محمد لطف، اذا
هدفين دقيقة 21 من شوط المباراة الأول، هدفين وفرصة ضايعة لسامي الجابر. نواف التمياط برجعها للخلف لدعيع، يمررها الدعيع باتجاه أحمد خليل. أحمد خليل إلى سامي، سامي داخل في الوسط وبمر الكرة على أقصى شمال محمد الشلوب، ويتحرك داخل 18 والشلوب منطوعة بالشلوب لمحمد لطف. محمد لطف بنقول علي أحمد، أحمد الدوخي 1-2 جميلة جدا، وتتمرر على اليمين من عمر، وبيحاول فيها اللاعب الياباني اللي بيقطعها كوغوتشي، وكوغوتشي بيحاول يمر لكن معاه وبيمرر، ومنطوعة من خميس. هذا دورك يا خميس، هذا دورك يا خميس على الدائرة، ودون متوسطي قلب الدفاع وقتل كل الهجمات اليابانية، ومن ثم ابتعاد ايضا الفريق عن اللمسات السريعة وتمويل خط الهجوم. 2-1 لجابلي الياباني، الهلال السعودي 1 جابلي الياباني 2. ملعوبة للامام، محمد لطف بالراس، الشلوب بيعديها، الشلوب بيمر وخطا لصالح الشلوب، يعني نفق جميل من انفاقنا الجميله في فوجيتا الكوري من محمد الشلوب، لكن لا تزال هناك 23 دقيقه من زمن شوط المباراه الاول. 2-2 جابولي الياباني 1 الهلال، وسامي بحص الكره من الجناح الايسر وخطا، خطا وشد، وسوزوكي بيكتفي الماليزي سيلا راجان بإنذار شفوي، وقد تفلت المباراة من الحكم الماليزي إذا ما استمر على توزيع الابتسامات وعلى توزيع الإنذارات الشفوية. ضربة حرة مباشرة، نواف التمياط وحائط صد من 2 من اللاعبين، ونواف بيلعبها للأمام وفي يد المرمى، وبيتقدم أحمد خليل لكن زكي بيحصلها أوزاكي. إذن محمد لطف، هاتوري، ملعوبة بينية لسيرجيو، بيتقدم سيرجيو، بيتقدم سيرجيو، بيمر سيرجيو، بيمر سيرجيو، بيمر سيرجيو، وحكم المباراة بيتابع الحقيقة، وقد تجدون فرصة للتحليل في استوديو التحليلي. شوف هذا سيرجيو، هذا سيرجيو، هذا سيرجيو، في رأيي ما فيها شيء، خطيرة يا أخي، بنفس التكتيك بنفس الرسمة من ناحية الشمال تنعكس والهدفين بنفس الصورة وبنفس الطريقة من الأطراف. عموما إن شاء الله سليمة سليمة، وهدف التعادل مطلوب للأزرق. تتمرر هاتوري رمية جانبية، إيش الهوب، محمد لطف الى نواف، نواف برجع للخلف، تراجع الجابلي الياباني، وبقي فقط ناكاياما صاحب الهدف الثاني هداف الفريق. احمد خليل الدوخي، الدوخي بيلعبها جميلا لعمر الغامدي على الجناح الايمن، وعمر الغامدي بيحاول يمر لكن خارج الملعب الى رمية جانبية. رمية جانبية 25، سجل الهلال وعادل، سجل الهلال سيرجيو دقيقة 3، وعادل ناكاياما في الدقيقة 18، وأضاف تاكاهارا في نفس الدقيقة 19 هدف الثاني لجابليو الياباني. المباراة لم تنتهي بعد، الروح موجودة، الإصرار والعزيمة في عيون شباب الأزرق موجودة إن شاء الله. أحمد الدوخي، عمر بيتركها لأحمد، أحمد عرضية وسيرجيو بالراس، والشلوب بيسدد، والمدافع الياباني بيخلص إلى خارج الملعب رمية جانبية. في هجوم، في تكتيك، 26 دقيقة تتنفذ، محمد لطف عالية بالراس، تتصلح أحمد الدوخي، وأحمد الدوخي داخل معه المدافع الياباني، ومحاولة، وأحمد بتابع أحمد وخارج الملعب إلى رمية جانبية. إذا في تراجع من كل الفريق الياباني، وعالية لتاكاهارا،
شريده بالراس، نواف الى شلوب، ومفتاح اللعب من محمد الشلوب، والشلوب يعليها وجميله وبالراس وتعدي من راس سيرجيو وسامي الجابر الى ضربه مرمى. بتعدي من راس سيرجيو وسامي الى ضربه مرمى. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، حلوين يا شباب اطلاقا. الهدف مو صعب، الهدف في جزء من الثانيه يسجل هدف التعادل، لكن الاداء الجميل والنقلات والوصول للمرمى هي المطلوب، هي المطلوب. يلا يا شباب 27 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، وهدفين جابيليو، هدف الهلال. للخلف تناكا لهاتوري على اليمين، هاتوري وهذا سوزوكي، وسوزوكي بيحاول يمر سوزوكي وبيلعبها بينية لناكاياما، وعرضية وخطيرة وخارج الملعب، وهي مهمة خميس العويران. اذا في تشابه، في تشابه في طريقة الاداء والغزو عن طريق الاجنحة للكوريين لليابانيين لجابيليو، ولكن الهلال ايضا بيحاول ان يتحرك عن طريق محمد الشلوب من ناحية الشمال عن طريق الاطراف ومن الدوخي على اليمين. فوجيتا لاعب الوسط وصانع الالعاب في ضربة زاوية لجابيليو الياباني، وعرضية وفي يد محمد الدعية. محمد الدعية بيلعبها محمد باتجاه سامي، طويلة طويلة، وفي حكم المباراة بيشير سينا رجان بيقود نهائي القارة الآسيوية الكبير. و28 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، جابيليو 2 الهلال السعودي هدف. تتمرر اماميه في رايه وتسلل. اذا هذه البطوله اعزائي المشاهدين تقام على في العاصمه السعوديه الرياض، نهائي بطوله القاره الاسيويه، البطوله 19 ابطال الدوري بين الهلال السعودي وجابيليو الياباني، ولا يزال جابيليو الياباني يتقدم بهدفين لهدف. ملعوبة ناحية اليمين خطيرة خارج الملعب، ضربة زاوية، ضربة زاوية. الكرات العرضية والخطيرة يبدو انه يعني المقتولي هادزيفسكي بيحاول ان يستثمر الاطراف ويلعب على الاطراف، وهذا اوكو، واوكو بيلعبها عرضية وبيتابع الشريدة مع يامانيتشي ورمية جانبية، رمية جانبية. حكم المباراة بيقول رمية جانبية، رمية جانبية لجابيليو الياباني. تتنفذ الرمية الجانبية بالراس، تتسدد وتتخلص من محمد لوكس، بيشتتها محمد عالية، هاتوري بالراس. ملعوبة بيهديها هاتوري، بيلعبها امامية لناكاياما. فريق الياباني قلنا في بداية المباراة انه فريق كبير وليس فريق سهل. لطف الشلهوب بالراس، الشلهوب بيعترض كرة من امام تاكارا وبيلعبها في اليمين للدوخي، الدوخي بيموه الدوخي وبيلعبها كرة امامية باتجاه سامي، وبيرتمي المدافع بيقطعها بالراس، والشلهوب بيلعبها على الجناح الايسر لسامي، وسامي معاه اثنين وبموع عليه، وبيحاول سامي بمعدي الاول، وخطأ، خطأ لصالح سامي الجابر على المدافع الياباني للمرة الثانية. هذا سوزوكي، هذا الحكم الماليزي بيحتسب خطأ رغم انه في اعتار واعاقة لسامي الجابر. سينا رجان حكم ماليزي ويعتبر الثاني بعد ناظري في ماليزيا، وتتسدد وحارس المرمى باليد بيبعدها، راجع لمحمد لطف، محمد لطف يلعبها ارضية الى خميس، خميس بينقلها للامام على الجناح الايسر سامي وسوزوكي، وسامي بيحاول مع سوزوكي بيقطعها من سوزوكي ومعاه، ولكن في تقفيل وفي
ضربة مرمى لصالح جابليو الياباني. 31 دقيقة واليابانيين يحاولوا أن يضيعوا الوقت. هذا هاتزي فيسكي المدرب تولى تدريب جابليو نهاية 99. خلص المدرب الياباني تاكاشي كاواهارا أمامية براس شريدة مقطوعة وأمامية من شريدة لسيرجيو وداخل سيرجيو وفي يده زاكي حارس المرمى يمتلك ميزات الحقيقة الحراسة المطلوبة. سيرجيو هدف الأول في الدقيقة 2. بيعدي الياباني من الثاني وبيلعبها لأكو غوتشي وعرضية وخطيرة وبموة ومحاولة وبيقطعها وترجع على القوس وتتسدد سليمة سليمة سليمة. اذا في هذه الحالة ما هو المطلوب؟ المطلوب عودة الشنهوب او نواف لمساندة لطف لانه الجهة اليمنى بتشكل خطورة وبيغزو منها الفريق جابليو الياباني. في المقابل ايضا هناك تركيز على محمد من ناحية الظهير الايسر الهلالي. تتمرر احمد خليل سيرجيو بيحاول يمر سيرجيو مقطوعة مقطوعة من تناكا في الوسط ناكاياما خميس احمد بينية عمر خطأ لعمر الغامدي. عمر ملعوبة في الوسط لسيرجيو سيرجيو السامي خطأ للمرة الثالثة بعقد سامي الجابر ولابد يا سيلريجان من بطاقة صفراء تؤدي من هذا الضرب المتواصل. اذا الضغط على حامل الكرة هو الحقيقة يعني مثل ما قلنا انه هو المطلوب هو المطلوب. اذا ضربة حرة مباشرة لصالح الهلال و 34 دقيقة من زمن شوط المباراة الاول وهدفين لجابليو وهدف للهلال. هدف التعادل ان شاء الله هدف التعادل ان شاء الله الشلوب والجابر وضربة حرة مباشرة وحائط صد ياباني وملعوبة من سامي على الرأس وفي يده زاكي يتحرك زاكي في الوقت المناسب ويلعب كرة لتاكاهارا وتاكاهارا معاه الشلوب اثنين من يعني تاكاهارا وملعوبة تاكاهارا في الوسط بنقولها على الجناح الايمن مكان محمد لطف وطويلة وسليمة من كوغوتشي. رمية جانبية عمر على الصدر عمر بيحاول في كرة وبيحاول يمر وفي خطأ كوغوتشي. محمد لطف امامية باتجاه سامي وعلى اليمين سامي وداخل ال 18 وبيسجل وتعتلي العارضة من سامي الى ضربة مرمى مناوشات من سامي الجابر للمرمى الياباني وهاتزي فيسكي واقف من بداية شوط المباراة الثاني وهو واقف. في المقابل ايضا يوردان اسكو قايم على الكرسي وخلف الكرسي وبيتابع تكتيك. طبعا مثل المباريات مباريات مدربين و 35 دقيقة وخارج الملعب الى رمية جانبية. 35 دقيقة الى احمد خليل الى شريدة منقولة للامام باتجاه سامي ومحاول على الجناح الايمن وربكة في الدفاع وتتمرر وزاكي بيطلع في الوقت المناسب ويلعب كرة كانت عرضية وجميلة من سامي. متابعة والكثافة العددية وخارج الملعب. اذا اللعب سجال واللعب الحقيقة جميل جدا و 36 دقيقة سامي برجعها لخميس محاولة هلالية لعمر الغامدي عمر بيحاول يمر والياباني بيخلصها الى احمد الدوخي على الجناح الايمن بيرقص الاول وبيلعبها عرضية وبالكعب الياباني كعب ياباني بيبعد كرة وتصل لمحمد الشلوب طويلة على محمد احمد خليل بيزحلق احمد الشلوب بيحاول في كرة ومعاه الشلوب
معاه الشلوب محمد لوط واثنين وخطأ لصالح جابوليو الياباني. خطأ لصالح كوفيتشي او فوجيتا ومحمد لطف على الارض. سلامات محمد. سلامات. عموما اعزائي المشاهدين هذه المباراة النهائية اذا ما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل فهناك الاشواط الاضافية والهدف الذهبي ومن ثم يرجع حكم المباراة الى ركلات الترجيح. 37 دقيقة من زمن شوط المباراة الاول. اثنين جابوليو الياباني واحد الهلال السعودي. تاكارا يرجعها للخلف الى فوجيتا ملعوبة للامام يعدي من شريدة وتاكاهارا واحمد خليل بيتراجع وحلوة احمد حلوة 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 تكسيف تكسيف خلص 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 بيلعبها الحكم وملعوبة على الجناح الايمن وفي راية في راية في راية وتسلل. اذا 38 دقيقة من زمن شوط المباراة الاول. اثنين جبل الياباني هدف الهلال السعودي. خميس خميس لاحمد احمد خليل الى عبد الله شريدة عبد الله الى خميس عمر الغامدي بيرجع لاحمد خليل ملعوبة لعمر عمر بيلعبها امامية لكن مقطوعة من تناكا المدافع اللي بيمتاز بالتغطية وعلى الجناح الايمن والاجنحة سريعين سريعين اليابانيين مع الدوخي والدوخي بيتابع ومحاولة من الظهير يامانيتشي اللي رجع للخلف راجع للخلف متابعة معاه 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 وخطأ لصالح اوكو خطأ لصالح اوكو وهذا فهد المصبيح اداري الفريق ومنصور الاحمد وبانتظار الحقيقة ان شاء الله يعني في 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 الامال كبيرة ولا يزال هناك بس اهم شيء هو عدم ارتكاب مزيد من الاخطاء من خط الدفاع او كشف الدعية والتسجيل يعني هذا اهم شيء انما الهدف التعادل ان شاء الله جاي وهدف الفوز باذن الله تعالى جاي وليس للتطمين ليس للتطمين لكن واضح من خلال متابعتنا لفريق الهلال السعودي ومن خلال ايضا عدد من نجوم انهم قادرين يسجلوا هدف التعادل ويقلبوا نتيجة المباراة هذا تناكا وكأنه مكلف بمحافرة فردية لسامي الجابر شوف معاه مع سامي معاه على طول معاه على طول متابعة وناكاياما ويقطعها في الوسط وعمر الغامدي وفي شد وخميس وناكا ياما بنقولها على الجناح الايسر لي ياما نيتشي مباراة حلوة ونقلات سريعة واليابانيين بيلعبوا كرة للامام وخارج الملعب الى ضربة مرمى شوف عمر وفوجيتا وعلى ما يبدو انه في احتكاك بين فوجيتا وعمر الغامدي من بداية شوط المباراة الاول احمد خليل الدوخي خليل الى محمد الدعية الدعية الى عبد الله شريدة الشريدة بيهدي بينقل كرة على الجناح الايسر للشلوب مقطوعة من سوزوكي لطف بالراس سيرجيو الشلوب لسيرجيو سيرجيو بيحاول يمر مقطوعة من سوزوكي وسوزوكي بيحاول يمرر الكرة للامام ومعاه محمد لطف وخارج الملعب الى رمية جانبية من كوكوتشي تتمرر الشلوب الشلوب لسيرجيو مقطوعة من سيرجيو اللي خايف على رجليه الحقيقة ولكن تتمرر محمد لنواف مع كوكوتشي ونواف مع دوخي على الجناح الايمن ومقطوعة من حارس رجل مساعد الحكم الثاني مساعد الحكم الثاني محمد الموسوي بيشير الى رمية جانبية لجابليو الياباني تتمرر
بينية. تاكاهارا راجع في الوسط، تاكاهارا صاحب الهدف الثاني. اذا هدفين جبلي الياباني. بالراس احمد خليل، خطأ خميس، ملعوبة لشلهوب، يا شلهوب يا شلهوب يا شلهوب، برازيلي البرازيلي، برازيلي للبرازيلي، ملعوبة سيرجيو 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 سيرجيو، حللوها يا استاذ علي داود، خللوها حللوها حللوها، كرة ملعوبة وسامي الجابر بيتكلم مع حكم المباراة. شوف حللوها حللوها، هذه قد تكون ضربة جزاء في الدقيقة 42 للهلال للهلال للهلال. شوف شوف شوف، في اوكو على الارض واقع، وهذه اعادة وهذه اعادة، ولكن على ما يبدو سيلا راجان الماليزي لم يحتسب ولم يحتسب ضربة جزاء. شوف اوكو اوكو لاعب وسط الحقيقة بحركة ديناميكية لأوكو وخارج أوكو، وهذا عدي فيسكي بيوجه لاعبين من على من مقاعد الاحتياط، وتكهارا بيشرب أيضا من الماء. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم، وعلى يمينه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس العام، ولا يزال إن شاء الله هناك أمل كبير، سيعيد الأزرق بإذن الله تعالى الابتسامة وسيعيد الانتصار. ومحمد لطف بيحاول يمر كوغوتشي، وعرضية عرضية عرضية ملعوبة من أحمد خليل بيجليها شلوب ومتابعة وملعوبة كوغوتشي الوسط، هاتوري هاتوري الى تكارا، متابعة سيرجيو بالكعب نواف بالراس ملعوبة، هاتوري برجع للخلف الى تاناكا، تاناكا بيلعبها بينية لهاتوري، واتمنى ان يواصل الفريق الجبلي هذا اللعب البينيات، لانه اي كرة مقطوعة من الهلال خطيرة تتمرر بينية. اربع خمس نقلات كوغوتشي كوغوتشي تتمرر ملعوبة، وحكم المباراة سيلا راجان بيحتسب خطأ 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 لصالح تكهرة، خطأ لجبل الياباني. عموما الوقت بدل الضايع ثلاث دقائق من شوط المباراة الأول. بطاقة صفراء متعمد وضرب متعمد، وكما ذكرت لحضراتكم سيلا راجان الماليزي الآن بيضيع المباراة بهذا الشكل. ليس مطلوب هدوء أعصاب وليس مطلوب أبدا أن تجامل لا الفريق الضيف ولا الفريق المضيف، مطلوب أن تطبق قانون كرة القدم. هذه الابتسامة غير مطلوبة، هذه الابتسامة غير مطلوبة، مطلوب أكثر حزم أكثر شدة، وفي لاعب هلالي على الأرض، ونتمنى أن لا يتعلم حكام شرق آسيا في مثل هذه البطولات، وأن لا يكونوا في مثل هذه البطولات العامة والحساسة. سيلا راجان حكم ماليزي، سامي يناقش الكابتن وبيقول له ناكا يا ما، أنا ما أدري، لكن ربما يقول انت كابتن وانا كابتن، هدي لاعبيك هدي اللاعبين. سيرجيو سيرجيو بطاقة صفراء، شوف 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 بيعطي نبدأ تحت الفرصة ربما لكن عالية وبالرأس وخطيرة وتسجل، وفي يد اوزاكي في يد اوزاكي في يد اوزاكي
اذا 46 دقيقة. اثنين جابيليو، محمد لطف بيعلي بيأديها محمد بيمينة وبيمر بيمر بيمر الى شلوب، الشلوب الشلوب بينقلها لسيرجيو ومحاولة وخارج الملعب الى ضربة مرمى. ضربة مرمى، شوف 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 دخلة يعني متعمد على خميس العويران 23، فهذا الحقيقة يستحق طرد. فوق النشاء فوق النشاء فوق النشاء أصاب بخميس لكن بطاقة صفراء فقط. رمية جانبية للهلال. طبعا انا لا اتحدث يعني تعاطفا مع الهلال، ولكن اتحدث ايضا عن احنا بحاجة الى حكام على مستوى في القارة الاسيوية. نواب يسدد وعرضية وفي يد حارس المرمى على دفعتين. يوردانسكو التفكير مطلوب، وسوزوكي الى فوجيتا خارج الملعب. اليابانيين بيحاولوا المحافظة على نهاية شوط المباراة الاول ب سيرجيو، وبيخلصها الى خارج الملعب وبيعلن عن حالة تسلل، بيعلن عن حالة تسلل. اذا بيعلن عن نهاية المباراة، بيعلن عن نهاية شوط المباراة الاول. والحكم الماليزي سيلا راجان. الشوط الثاني اذا ما استمر هذا الحكم ولم يكلموا مراقب المباراة احمد جاسم، فنقول على الشوط الثاني السلام ختام الكلام. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. ننتقل الان الى الزملاء في الاستوديو، تحية لكم من محدثكم ابراهيم الجابر. ولن يخيب ان شاء الله هذا الجمهور ابدا. 45 دقيقة باذن الله تعالى، وسنشاهد ان شاء الله مزيد من المتعة والندية والنجومية لرجوم الازرق. شوف حتى يوردينسكو بيتكلم مع حكم المباراة، لكن في استوديو على مستوى عالي جدا، وفي طبعا اعلاميين وفي مدربين وفي خبراء.